صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص يلي انضموا لقلنا هلأ. كنا استضفنا الأسبوع الماضي فريق مميز لمع اسمه بعالم التدريس تحت اسم محترفو التعليم. هذا الفريق يلي أثبت أنه العملية التربوية لازم تواكب الحداثة وتكسر النمطية وتستخدم كل الأدوات المتاحة لحتى توصل المعلومات للطالب وبطريقة هيك علمية وصحيحة وسهلة وسلسة وما نعقد الطالب من بداية العام الدراسي. البكالوريا والتاسع تعتبران سنتان دراسيتان حساستان، خاصة الشهادة الثانوية اللي هي سنة تحديد المصير، الفرع الجامعي والمستقبل. عن خصوصية السنتين تاسع وبكالوريا، كيف لازم بلش أنا كطالب بكالوريا عامي الدراسي، كيف ممكن خطط ونظم أموري ونسق وقتي، وكيف ممكن أنا ما انعزل عن المحيط وحتى كمان كون أنا شخص فعال. للدكتور ضياء الدين عريبي مشرف مادة التاريخ في فريق محترفو التعليم، والأستاذ محمد نتوف مشرف مادة الرياضيات في محترفو التعليم، موجودين مشكورين معنا لحتى يخبرونا كل التفاصيل. يسعد صباحكم. الله يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم أساتذة. هلا يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. ببلش معك دكتور ضياء، اليوم الشهادتين الأساسيتين يعتبروا من المراحل يلي فيهم تخوف كتير كبير ومسؤولية كتير كبيرة بالنسبة للطالب، من وجهة نظر أكاديمية شو السبب؟ طبعا اول شيء صباح الخير على سهيبه، صباح الخير دكتورنا. لا حدا بيختلف ابدا انه شهاده ثانويه هي مرحله فاصله بحياتنا كلياتنا اللي مرقنا فيها، وبدرجه ثانيه طبعا شهاده التاسع. هذا الكلام بيعود لثلاث اسباب جوهريه واساسيه. السبب الاول انه الشهاده الثانويه هي الانجاز الاول اللي بيحققه الطالب. يعني هلا احنا لو سالنا حالنا مثلا الطالب بعمر 18 سنة أو 19 شو أهم إنجاز بحققه؟ يعني هو أكيد ما حيشتري بيت، هو أكيد ما حيشتري سيارة، هو ما حيفتح شركة ولا حيفتح عمل، لكن الإنجاز الكبير والوحيد اللي هو إنه يأخذ شهادة بكالوريا وبعلامات تكون جيدة، وطبعاً بدرجة تانية اللي هي شهادة التاسع بما أنه هو عم يخوض امتحان وزاري. هذا العامل الأول. أما العامل الثاني فبيتعلق بأنه الطالب رح ينتقل نقلة نوعية من حياة دراسية عاشها هو خلال 12 سنة كان على مقاعد الدراسة وبين الأساتذة والمدرسة، وكلياتنا بنعرف الفصول اللي كانوا يعملوها الطلاب والذكريات. وهلا نحن لو استرجعنا شوي نرجع بنحب يعني نعيشها بالضبط، نرجع بنحب نعيش وبنستذكر أيام المدرسة وأيام الفصول اللي كانت تطلع مثلا والنكات والضحك والكذا. فهو انتقل من مرحلة المدرسة إلى مرحلة أخرى اللي هي الدراسة الجامعية، صح، واللي هي مختلفة تماما عن حياة المدرسة. العامل الثالث والأهم اللي هو نظرة المجتمع. فنحن هلأ منلاحظ أنه كل المجتمع ينظر إلى البكالوريا على أنه هي سنة مهمة ومصيرية. حتى الطالب البكالوريا بيكون أيام النتائج ابن عمه ابن خاله ابن سته، حتى اللي ما متصل فيه بده يجي ويتصل أنه كيف طلعتوا كيف قدمتوا بالبكالوريا، وبتشتغل بقى المقارنات. فهدول العوامل الثلاثة هن أسهموا إسهام شديد بأنه يجعلوا سنة البكالوريا وسنة التاسع بدرجة مخففة أكثر هي سنة مميزة تماماً وسنة تماماً حلوة تماماً. وأضف إلى ذلك أستاذ محمد أنه المنهجية في امتحان الطالب أنه نحن مو بمثل باقي الدول، رغم أنه وزارة التربية عم تدرس أنه تغيير منهجية تقييم الطالب بهالسنة المصيرية، فالطالب يمتحن بمنهج كثيف جداً مثل المادة اللي حضرتك مشرف عليها بفريق محترفو التعليم، مادة رياضيات 600 علامة، صح؟ طبعاً 600 علامة برياضيات، يعني ربع العلامة الكاملة تبع البكالوريا العلمي. كيف بتدرسوا الرياضيات بمحترفو التعليم؟ هلا نحن بمحترفو التعليم قسمنا الرياضيات لأربع أجزاء. هي القسم الأول هو الرياضيات، الجزء الأول قسمته لتحليل واحد وتحليل اثنين. التحليل واحد بيستلمه أستاذ، والتحليل اثنين بيستلمه أستاذ ثاني. والكتاب الثاني اللي هو الجزء الثاني قسمته كمان لأستاذين اللي هن الجبر والأشعة. لذلك خففنا نحن على الطالب العمل بحيث أنه فات بأربع أجزاء مع أربع أساتذة. لذلك تلاقي الطالب ماشي بالمنهجية من أول الكتاب لآخره، فبتلاقي بيوصل نتيجة جيدة، أخذ كمية كبيرة من المعلومات، حل أكبر قدر ممكن من المعلومات، بحيث أنه الأستاذ مثلا نعتبر مادة التحليل مثلا هي عبارة عن مثلا نهايات أو اشتقاق أو لوغاريتمي أو إسي، فنحن بتلاقي الأستاذ عم يحل تمارين كبيرة كتيرة
والطالب بعدين عم يحاول يساعد نفسه بالتمارين اللي ما قرب عليها الاستاذ اللي هي مشابهه للتمارين اللي حلها الاستاذ. فكرتها موجوده طبعاً باللي حلها تمام الاستاذ تمام. طبعا يعني بده يربط الطالب بين التمارين اللي حلها الاستاذ والتمارين اللي هو بده يعتمد على حاله فيها. حلو تمام تمام. اليوم كثير من الطلاب ممكن يعتمدوا على المنهاج المعتمد يلي كلياتنا بنعرفه هو متوافر يعني سواء بالمدارس العامه او المدارس الخاصه، وايضا بيعتمدوا على الاوراق الاسرائيليه. حضرتكم تمام. شو حضرتوا بهذا الخصوص او بهذا المجال؟ طبعا شوفي انسه هبه، لا غنى ابدا للطالب عن الكتاب المدرسي تمام. فنحن بنأكد دائما كما تأكد وزارة التربية، أنا ما بدي أكون مثالي جدا وهلأ أطرح مثاليات، لكن أكيد الكتاب المدرسي هو الأساس وهو الجوهر في دراسة الشهادتين. ونحن هلأ عم نلاحظ وهلأ الأستاذ محمد نتوف بيأكد على كلامي أنه مادة الرياضيات مثلا عم تجي فيها النكشة تبع الستمية أو التسكير العلامي أو الفرش الطالب من حواشي الكتاب. فلا غنى للطالب عن الكتاب تمام. ولكن بمرحلة ثانية أنا دائما يعني طلاب اللي درسوا عندي لمدى سنوات وفريق محترفو التعليم بنأكد على شغلة، مع الكتاب يجب أن يكون هناك أوراق عمل تمام. هاي الأوراق العمل بتسهل على الطالب، بتسهل على الطالب خوضه للنموذج الوزاري. دائما المنهاج بيعطي حالة من العلم والكفاءة، واللي بيدرب هذا العلم ويستخرج هاي المهارات من الطالب هي أوراق العمل تمام. احنا فريق محترفو التعليم عملنا سلسلة كاملة هاي السنة، أنجزنا سلسلة كاملة من أوراق العمل اللي هي حتساعد الطالب على دخول الامتحان واجتياز النموذج الوزاري. طبعا لانه دائما النموذج الوزاري هو نموذج ب 50% او 60% منه استنتاجي، وفي مواد حتى بيصل ل 80%، مثلا ماده التاريخ صارت هي تقريبا 80% استنتاج فهو تماما هي تعتمد على المهارات والاستنتاج. لذلك نحن فريق محترفو التعليم قمنا ب إنشاء سلسلة كاملة من أوراق العمل لكل مادة مع نخبة من الأساتذة المختصين الموجودين بالفريق تبعنا، وهي السلسلة حتكون متوافرة إن شاء الله لدورة 2024. طبعا هي كانت متوافرة سنوات سابقة، ولكن هي السنة أكملنا العمل بشكل كامل حتى الطالب يحسن يجتاز الامتحان النهائي ويكون هو متدرب على النموذج الوزاري ويحصل أنه يسكر العلامة إن شاء الله يا رب. رح نرجع للأستاذ محمد نتوف، ولكن اسمحوا لنا نشوف برومو حضراتكم عاملينه عن موضوع الأوراق العمل أو الأوراق الإثرائية ونرجع لنكفي. يعني برجع بأكد كلامي إنه نحن تشوقنا نعيد البكالوريا، خاصة أنا علمي طبعا. فهيك بدي أرجع عيد الرياضيات، النهايات ما عم بتفهمون لليوم ما عليك موصلك النهايات إزالة عدم التعيين وهالقصص كلها. طيب أستاذي الكريم، في صعوبة لوجستية اليوم عم يواجهوها طلاب البكالوريا والتاسع وباقي المراحل العمرية، المواصلات، موضوع الورقيات، موضوع التكلفة المادية، محترفو التعليم كيف نظر لكل هالأمور؟ هلا نحن من السنة الماضية حطينا خطة لهالأساس هاد، يعني هلا نحن إذا حكينا عن موضوع المواصلات، هلا أنا مثلا بتجربة عملتها السنة الماضية عملت مواصلات مجانية للمعهد لمعهد الخليل، وهلا احنا التجربة لمعهد اليمن ولاحقا لمعهد الإدريسي. فأنا عملت المواصلات مجانية وما كان الطالب حبي أو حابب مجموعتنا حب يجي لعنا، فصار جيته كثير بسيطة. نحن منجيبك لعنا وبنفس الوقت نحن منروح لعندك، بس شو منروح لعنده؟ نحن عندنا مواقع التواصل، ايمت ما حب يسأل بتلاقينا موجودين، اي واحد من جروب الرياضيات اجا سؤال بتلاقي اي واحد مننا نشط مباشرة بجاوبه للطالب، بنفس الشيء بالنسبة للفيزياء، نفس الشيء بالنسبة للكيمياء. فلذلك احنا دائما حد الطالب وين ما كان يكون، ان كان بحب يجي لعنا وان كان بنروح لعنده. يعني دائما عم بيكون هيك في اهتمام مرتاح في الطالب واريحيه بالتعامل تمام مرتاح. احنا تفضل احنا ساوينا الطالب صديقنا، ساويناه اخونا، يعني صار مسؤوليتنا. يعني الطالب بس يقول يجي لعنا صار هو مسؤوليتنا تماما. هي اكثر مرحله يمكن بحس فيها الطالب وقت يكون مرتاح مع الاساتذه، يعني بحس باريحيه دائما تمام. وما ضل متلقي الطالب، صار هو مشارك هو يشاركنا بالعمل، يشاركنا بالفكره، حتى احنا بطريقه الشرح لعنا بنشرح له بنعطيه تمهيد للفكره لحتى هو يطالع النتيجه. حلو. وبعدين بقول له
بصير استاذ بعدين. تماما بصير استاذ. طب انا هون في سؤال ختامي للاستاذ او الدكتور ضياء. كثير في نقد للقصص اللي عم تصير، يعني كل حدا بده يعمل مشروع جديد بيطلع له 10 نقاد مقابل مؤيد واحد. تعرضتوا لنقد، كيف تنظروا بمحترفو التعليم لموضوع الانتقاد انه هدول ناس مثلا ما عندهم خضرمه، ما عندهم خبره، ما عندهم قصص؟ اكيد سمعتوا من هالحكي صح؟ تمام. والله سمعنا كثير. خليني اجزئ الجواب لشقين. الشق الاول هو شق شخصي. شخصيا انا لا اعتبر انه في انتقاد ايجابي او سلبي، هو الانتقاد حاله سلبيه بالمطلق، لانه اللي عم ينتقد هو ما خاض التجربه تبعي، ما شاف الصعوبات اللي انا مرقت فيها، ما شاف الامور اللوجستيه اللي عوقتني عن اداء هذا العمل. اما نحن فريق محترفو التعليم بصدق وصراحه وتجرد ننظر الى الانتقادات او لا ننظر لها ابدا، لانه اللي حابب ينتقد او اللي حابب يوجه اي ملاحظه ولا اي كذا اتفضل انت اشتغل وفرجينا شغلك. صحيح. هو الحاله الافضل من صح. الانتقاد. اما الانتقاد بحد ذاته هو الانسان ضوى على مجموعه سلبيه، نحن عملنا بالاخير هو عمل بشري، وهذا العمل البشري بيعتريه النقص اكيد، لانه الكمال لله وحده، كلياتنا متفقين على هذا الكلام انه الكمال لله. فعملي انا عمل بشري واجباري فيه نقائص انا ما تبينت، فهو اللي عم ينتقد قاعد عم يضوي على السلبيات يلي هي موجودة عندي. الجواب الأكيد والواضح اللي عم ينتقد يتفضل يشتغل ونحن حنزفق له كمان. تمام. ما يدور على الثغرة، ما يدور على الثغرة، بحيث إن يدور على الثغرة بكل سلسلة النجاحات لحتى ينقض فيها. لا صحيح. خليك أنت تكون أنجح منه وما عندنا مشكلة. تمام. كل التوفيق لجهودكم اللي عم تقوموا فيها بمحترفو التعليم، وحنتوسع إن شاء الله بلقاءات قادمة حول مادة الرياضيات وطريقة دراستها من بداية العام الدراسي والأمور كلها. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شرفنا فيكم. أهلا وسهلا.